مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. حديثنا اليوم أعراض ضيق عنق الرحم. هناك الكثير من السيدات التي تعاني من مشكلة ضيق عنق الرحم، ويكون الأمر الأكثر تأثيرا على نفسيتهن من تلك المشكلة هو مواجهة تأخر الإنجاب. فمشكلة تأخر الحمل من الأمور التي تسبب في الشعور بالقلق والضيق لجميع السيدات. وعندما يجتمع تأخر الحمل مع مشكلة ضيق عنق الرحم، فالأمر يكون أكثر تأثيرا على فكرها، ويصبح جميع ما يدور في ذهنها من التساؤلات ينحصر في دائرة هل ضيق عنق الرحم يمنع الحمل. عنق الرحم يعرف بأنه الممر الذي يربط المهبل بالرحم، يقع ما بين أسفل الرحم وأعلى منطقة المهبل، ويكون له دور هام في الحمل لأنه يخرج إفرازات مهبلية وقت التبويض، والتي تساعد الحيوانات الذكرية على السباحة بسهولة للوصول إلى الرحم لتلقيح البويضة. فإذا كانت فتحة عنق الرحم مسدودة أو أضيق مما ينبغي، فلن تتمكن الحيوانات الذكرية من الانتقال لقناة فالوب حيث تلتقي وتخصب البويضة، وبالتالي تمنع حدوث الحمل. كما يمكن أن ينقطع نزيف الدورة الشهرية تماما أو يتراجع ولا يتمكن من التدفق بسهولة إلى الخارج، مما يؤدي لامتلاء الرحم بالدم ويسبب آلام والتهابات حتى لو كان الرحم مفتوحا قليلا. كذلك ضعف إنتاج إفرازات عنق الرحم يعد من الأمور الهامة التي تؤثر في عملية حدوث الحمل، حيث إن ضيق عنق الرحم يؤثر على تكوين أنسجته، بمعنى حدوث قلة في الإفرازات. فعلاج ضيق عنق الرحم أمر هام قبل محاولة الحمل، حيث يساعد على علاج مشكلة العقم ورفع معدلات الحمل. في بعض الأحيان يكون ضيق عنق الرحم هو السبب الرئيسي في تأخر الحمل، لذا ومع العلاج الجيد يمكنك الحمل بشكل طبيعي ودون تدخل طبي لاحقا. وإذا تم الحمل بعد علاج ضيق عنق الرحم، يجب المتابعة المنتظمة مع الطبيب لمراقبة عنق الرحم، لأن في الكثير من الأحيان يتخذ الطبيب إجراء الولادة القيصرية بدلا عن الطبيعية إذا انغلقت فتحة عنق الرحم، لكنها لا تتسع بالشكل الكافي والذي يحتاج إليه الجنين للنزول إلى الحوض.